هم طعمين سندوتش والله جوعان. العب لك العب لك العمى. شو مفكر المضافة ما عاد حدا استحى؟ والله ما بعرف يا معلم. كل هوا حاضر معلم. هلا ليه هيك قلع؟ العمى بيقول لي عدو ايه عمل لي وجبة غير شكل لبين ما غير ثيابي وغسل ايدي. يلا فاضل شو عم تساوي هون؟ نلعن هون يلا لكن نلعن لعمة. شو فاتحين سبيل معتز؟ تعال نضف طاولة. يلا معلم يلا. هدو عمل لي ساندويش الله يرضى عليك لبين ما غسل يدي. يلا فورا بسرعة ولا؟ يلا معلم يلا. مرحبا يا حلوة. جوعانة؟ دخس الجوع. تفضل الله يسلمك إن شاء الله صحتين وعنا. سعدو مور معلم. هذا محل باب رزق وقت بدك تتكرم تتكرم من كيسك مو من كيسي. فهمت ولا ارجع عد لك اياها؟ وهي السندويشه اللي طعميتها للبنت راح اقسم لك اياها من اجرتك. مفهوم؟ يلا على شغلك. العام على الكرم الزايد. صباح الخير معلم. خير ليش واقف هيك؟ الله لا يصبحك لا بخير ولا بمساء. خير ان شاء الله. بدي فوت على شغلي. قول لي استغنيت عنك وعن خدماتك وعن شغلك. انا ما بشغل واحد حرامي. انا حرامي يا معلم؟ ايه حرامي. شو مفكرني ما شفت الفيديو اللي عم تطعمي فيه الشحادين؟ لك عم تتكرم على كيسي؟ لك ساعدو على كيسي. ليش ما تكرم من كيسك؟ شو مفكر مطعم حاتم طي نحنا؟ روح روح للبيع يلا. روح ضربي سد ما يرد. خف لي ايدك انت الثاني. حاضر معلم حاضر. يلا اشتغل بقى. الو ارنيم وينك؟ ايه انا بالجنينه ناطرتك. يلا لا يلا ناطرتك لا تتاخري. مرحبا انسه كيفك شو اخبارك؟ لا تاخذيني انا اسف بس والله صلي شهر عم دور على رقمك مشان اتصل فيكي يعني واحكي معك. ما عرفتيني؟ أنا سعدو. سعدو بيع الشاورما اللي صورتيني. أهلين سعدو تفضل عود. أنت بتعرفي أنك تخربتي بيتي؟ أنا؟ ليش شو عملت؟ مو أنت هيك صورتيني بهذا الفيديو تبع الولد اللي عم بعطيه سندويشة الشاورما ونزلتيها مدري وين؟ إيه بلا. إيه شافة هذا الحيوان تبع صاحب المحل وقال لي أنه أنا عم بسرقه وقلعني من الشغل. العمى شو ندلواتي؟ لك أنا والله ما قصدت شيء. أنا بس كان قصدي إنه يشوفوا أصحاب المحلات وإنه يعملوا مثلك هيك يساعدوا الفقراء والمحتاجين. أكيد ما قصدي يصير معك اللي صار تقلع من شغلك.
انت ما في منك، انا لهيك نزلت الفيديو كرمال الناس تعرف انه لسه في خير بهالدنيا. خير خير حصل خير، الله يجعلها اكبر المصائب. السلام عليكم. لا انا اللي اسف، حقك علي، والله ما كان قصدي هيك. لك لا فداك، شو هالحكي، رزاق الله بالاخير. يلا لا تاخذيني، السلام عليكم. الله معك. يا الله ليه هيك صار؟ لازم لاقي طريقه ساعده فيها، حرام بيستاهل. يلا انت كمان. ونشرت قصتك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، شو صار بينك وبين صاحب المحل، لانك بس طعمت الولد المسكين. وبلشت هالتبرعات تجي لك لحتى تفتح مشروعك الخاص وتساعد فيه الفقراء والمساكين. ايه، ولقينا محل مشان نستاجره. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لكم، يعني ان شاء الله المحل هيك موقعه حلو. قبل المحل يا جماعه، يا خانو، يا انسي، هذا المحل بده عده، والعده بتدرس مال. لك لا تحكي الوهم، التبرعات يلي اجت بتكفي لحتى تفتحوا المحل وتاسسوا وتشتغلوا فيه، فشو رايكم؟ شو راينا يعني؟ المنيحه بدها سؤال، يعني الله يجبر بخاطرك، والله يعني انا عاجز عن شكرك. لا ولو، هذا فضل وخير الله. المهم هي الامانه، استلمي. ايه سلم ايديك. الله يجبر بخاطرك، شايف يا حدو، الله الله ما ضيع لنا تعب، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يخلينا اياك يا خانو، كتر خيركم الهي. تفضلوا نكسبكم على فنجان قهوه، كاسه شاي. دخيل قلبك ان شاء الله غير مره. خلص بامرك، ونحن شو بصير معنا بخبرك. ايه اكيد ماشي. يلا بالاذن منكم. السلام عليكم. سلام عليك خانو. الله لا يوفقك يا سعدو، والله لا يوفق اللي صورتك، ولا يوفق الفيسبوك. خرب بيتي، خرب بيتي.